علمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى في اللوح واسم محمد طغرى. هذه ناقة رسول الله. ليست من عادة رسول الله أن يعود إلى مكة من حراء في مثل هذا الوقت لأمر ما. عاد رسول الله باكرا، لعله مريض. لننتظر ونرى. لماذا عاد باكرا؟ ليس هذا من عادته. كنت سأذهب إليه بغدائه فإذا به يعود. خير إن شاء الله. ماذا هنا؟ إلى أين يصعد رسول الله؟ ماذا في الأمر؟ ثم أمري ما يحوزني. هلموا بنا، هيا. يا معشر قريش، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب بالحديث إليكم. يا معشر قريش، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب بالحديث إليكم. يا معشر قريش، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الإيمان، والله إننا رسول الله أبا من قريش لنميلن عليهم بسيوفنا. سعد، آل علي، إلا ما يدعون رسول الله هل اعتدي عليه؟ أبا عبيدة، يا معشر قريش، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب، يا بني كعب، ويا بني فهد، أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؟ صدقتموني؟ نعم، فأنت الصادق. يقول لكم رسول الله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول لكم رسول الله إن الله سبحانه قد بعثه إليكم رسولا لينذركم بالإيمان بالله وحده، وأن تخلعوا عما أنتم عليه من الشرك، وأن تتوادوا وتتراحموا. لقد جاءكم رسول الله بالإسلام وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تبا لك بقية هذا اليوم، هل هذا دعوتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
صدق الله العظيم. لها لها، لن نتركك يا محمد، نفعل ما تريد ولا سوف نواجهك. نهف. ما لك يا أبا الحكم؟ دع الناس ورأيهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما راك إلا صبأت كما صبأ محمد. لها، لن نترككم تفسدون إتيان قريش. لا، يا لك من أحمق. سمعت ابن أخيك يا أبا طالب؟ هذه نهاية حبك عليه وقيامك دونه؟ لا تسمح لأحد أن يرميه بنظرة؟ مهلا يا عبد العزة، مهلا يا أخي، ما الذي جرى؟ يريدنا أن نترك ديننا ونتخلى عن آلهتنا ونتبع، ثم يقول إنه رسول من عند الله جاء لهداية الناس لعبادة الواحد الأحد. ما هذا الجنون يا أبا طالب؟ يريد أن يخرج بنا قريشا فيخرجوننا أو يفنوننا عن بكرة أبينا. لا ورب الكعبة لن يكون هذا. وتريد ماذا يا أبا لهب؟ سأمنعه بالقوة. مهلا يا أخي، مهلا. أنا سيد بني هاشم وذلك ليس لك، ولن يخلص لمحمد شر ما دمت حيا. كان جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة بعد 3 سنين من مبعثه، بعد أن نزلت الآيات الكريمة مطالبة النبي الكريم بالجهر بالدعوة. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وفي قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وكان للجهر بالدعوة وقع قوي على أهل مكة، ترددت أصداؤه في الجزيرة العربية كلها، بل إن الجهر بالدعوة الإلهية العظمى قد فتح صفحة جديدة في كتاب الكون كله، ابتداء من مكة موئل بيت الله الحرام وكعبته الشريفة. ما هذا الذي جاء به ابن أخيك يا أبا الفضل؟ يا أبا سفيان، محمد الصادق الحديث ما كان ليقول أمرا لم يأتي من حيث أخبر الناس. ماذا يا أبا الفضل؟ لكأنك مشايع لابن أخيك. أنا؟ لا يا أبا سفيان، لكنني لا أقول إلا ما أعرفه، وتعرفه أنت، وتعرفه قريش كلها. محمد ابن أخي لا يقول إلا الحق، فإن كان قد قال ما قال فاعلم أنه صادق فيه. يا ابن عمي، إنما جاء به محمد له ما بعده. ما القصد يا أبا سفيان؟ كلمة جرت على لساني. يا أبا سفيان، لا يأخذنك الأمر على قطع الأرحام والتنابذ. عز محمد عزنا كلنا، بل عز قريش كلها. فدعوه لما هو فيه، فإن ظهر فهو لكم ولنا، وإن لم يظهر لم تخسروا شيئا. هكذا؟ هكذا يا أبا طالب؟ تصل الأمور بابنكم محمد أن يدعونا وعلى رؤوس الأشهاد إلى ترك ديننا وآلهتنا واتباع هذا الهراء الذي أتى به؟ مهلا يا أبا الحكم، مهلا. إنها ليست آلهتنا، بل أنتم تتقربون بها إلى الله زلفى. لا،